اليابان كرموك تكريم كبير جدا يا كابتن رشوان، وادوك كمان يعني اعلى الاوسمه في اليابان، وسام باسم الشمس المشرقه. بالظبط. بص اقول لك حاجه، هو الشمس المشرقه ده جاء في 2019 يعني جاء متاخر، لكن التكريم الصح اللي انا كنت اللي انا خدته في اليابان، ان في اليابان انت مفتوح لك جميع صلوات الجودو تتمرن فيها زي ما انت عايز، يعني في اماكن ما ينفعش فيها غير اليابانيين بس. انا كان مسموح لي ان انا اخشها ومسموح لي ان انا اتمرن، يعني لما انت تروح تتمرن في الصاله بتاع جودو اللي في قلب قصر الامبراطور، حاجه كبيره يعني جدا. دخلت القصر الامبراطور ودخلت الصاله بتاع جودو جوه قصر الامبراطور، ده حاجه يعني كبيره قوي. اما تتمرن في كل حته في اليابان محدش يقول لك انت بتعمل ايه، اما تروح كل حته في صالات مثلا في اوساكا او في كيوتو او في او ناغويا او اي مكان من دول، الناس بترحب بيك، بتتعامل زيك زي اليابانيين. يعني انت لما تتمرن انت دلوقتي بقى مستواك عالي، وبعدين بتاخد بطولات كبيره قوي. يعني انا دي لوس انجلوس كانت البدايه مش النهايه، يعني انا بعد كده خدت تاني عالم وبحر ابيض ذهب وبحر ابيض ذهب وبحر ابيض ذهب، بس كتبت في التاريخ اسمك انك بطل اولمبي. بالظبط كده. وواخد مثلا بطولات عالم عسكريه ذهب، واخد بطولات قبل بعد لوس انجلوس كتير جدا. من قبل لوس انجلوس ده بايه؟ ان انا كنت تقريبا شبه ان انا قاعد في اليابان وبتمرن في اليابان على طول، واللعيبه اليابانيين كانوا بيخدموا عليا زي بالشائع يعني. بيخدموا عليك زي ما انت عايز، بتقدر تتمرن 4-5 ساعات بتعمل اللي انت عايزه، ومحدش بيقول لك ده كان افضل تكريم. يعني الاجانب مثلا لما يجوا يتمرنوا، لا اليابانيين ما يقولوا لا يشتغل معايا، لكن انا ما يقدرش يقول لي لا. لو ناديت لاعب مش ممكن يقول لي لا، لازم يجي. فاهمني حضرتك؟ فهو ده التكريم. اما تروح مثلا في اي حته تلاقي الناس مرحبه بيك جدا، لما تروح تلاقي مدربك مثلا يقول لك النهارده احنا هنقابل فلان، النهارده هنقابل حد كده. اما حتى اما جيت قبل ما اعتزل واتجوزت مراتي كانت يابانيه، اما عملت فرحي في اليابان، الفرح في اليابان المفروض بيبقى مثلا 20-30 نفر فرد، بس فرد 25 يوم ما يقولوا 50 فرد، انا 300 واحد كانوا موجودين. انت كسرت القواعد كمان هناك في اليابان. في اليابان عشان خلاص بعد في اسمه ده بقيت ياباني دلوقتي، وفي اعلى اوتيل موجود في اليابان. فاهمني حضرتك؟ وكان في شخصيات كبيره من الحكومه اليابانيه وناس كتيره رياضيين. طب بعد الماتش بقى، بعد ما يامشطة فاز بالذهب وكابتن رشوان فاز بالفضة، ايه الحوار اللي حصل بقى بينك وبين يامشطة، خاصة انت ما لعبتش على رجلي المصابة وقتها؟ بص، هو ساعتها ما حصلش حوار. الحاجة الوحيدة اللي حصلت وانت جاهز حضرتك رحت اليابان وشفت انه التحية بتحيي بعض، لكن انك انت تروح وهو يجي لك وتحضنوا بعض، اليابانيين مش بتاعتهم دي. فاحنا كنا على البساط، لو جبت انت الفيديو هتلاقي ان احنا حضرنا بعض مع بعض ونزلنا وما تقابلناش. يمكن انا رحت مؤتمر الصحفي لوحدي وهو راح لوحده. لكن بعد كده كان في علاقه وفي اتصالات طبعا حاليا، يعني احنا لغايه دلوقتي احنا على طول في اتصال مع بعض. يمكن انا يعني مثلا في يناير في راس السنه ببعت له كارت، هو يبعت لي. اما رحت مثلا اليابان من حوالي سنتين كده طلبت منه حاجات للفريق القومي المصري، لبها لي، بعت له كنت عايز مدرب، قال لي يا محمد استناني شويه ادور لك مدرب كويس. اي حاجه عايزها دلوقتي، احنا دلوقتي انا ماسك رئيس جهاز الفريق القومي المصري، بحاول اتواصل معاه ان احنا نعمل معسكرات. احنا المشكله بس ان احنا مش عارفين، انت عارف اليابان لسه قافله موضوع الفيزا، لكن هم مستنيين اول ما الفيزا هروح الياباني ساعدنا، ان هو رئيس الاتحاد الياباني فهيساعدنا ان احنا نتمرن يعني. بس انت مش معايا يا كابتن ان الفضه اديتك شهره اكتر من الذهب؟ بص هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه صغيره كده عشان تعرف الفضه كانت اكتر كتير.